بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي الطلبة، بناتي الطالبات، أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس مادة التربية الموسيقية. وراح نتطرق اليوم في درسنا إلى أحد فروع مادة التربية الموسيقية، وهو فرع الإيقاعات الشعبية. سبحانك يا ربي سبحانك، سبحانك ما أعظم شانك. سبحانك يا ربي سبحانك، سبحانك ما أعظم شانك. سبحانك يا ربي سبحانك، سبحانك ما أعظم شانك. ماذا شاهدنا في المقطع السابق؟ أحسنتم، إنها مناظر من الطبيعة الخلابة. ومن خالق كل هذا؟ أحسنتم، كل ما حولنا يدعونا إلى التأمل والتفكير في خلق الله سبحانه وتعالى. من منكم يستطيع أن يخمن المادة التي دائما ما نذكر فيها خلق الله سبحانه وتعالى؟ أحسنتم، إجابة صحيحة، هي مادة التربية الإسلامية. سمعنا الأغنية، خلونا الحين نسمع الإيقاع المصاحب لها. سمعنا الإيقاع، خلونا نتكلم عن الإيقاع اللي سمعناه. ربما جاءت التسمية نسبة لأحد الصالحين، السيد عبد القادر الكيلاني، الذي تردد اسمه في بعض القصائد. وإيقاعنا بصورة عامة هو غناء ديني تخصص في مدح النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو شبيه بالمالد أو المولد قديما، إلا أن الأخير لا تصاحبه الإيقاعات. هل استطعتم تخمين اسم الإيقاع؟ أحسنتم، إجابة صحيحة، هو إيقاع القادري الرفاعي. ما هي الآلات المستخدمة في أداء الإيقاع؟ أحسنتم، الآلات المستخدمة هي الطار الشعبي والطبل البحري. والآن ننتقل لتحليل إيقاع القادري الرفاعي من حيث الميزان والعلامات الإيقاعية. أولاً، ميزاننا ميزان رباعي بسيط، وينطق 4 من 4. يتكون الميزان الموسيقي من بسط ومقام بدون شرطة الكسر، كما هي موضحة بالصورة، ليدل البسط على عدد الوحدات والمقام على نوع الوحدة في ميزان الرباعي، وهي وحدة النوار. أي في الميزان الرباعي نضع داخل كل مازورة 4 وحدات نوار أو ما يساويها من العلامات الإيقاعية. ثانيا، ضربة الدم، وهو النبر القوي
ويكون رأسها لأسفل وساقها لأعلى. ثالثا ضربة التك، وهو النبر الضعيف، ويكون رأسها لأعلى وساقها لأسفل. رابعا وهي سكتة النوار، وزمنها واحد نوار، وتكتب بهذا الشكل. خامسا علامة المرجع، وهي إشارة اختصار تفيد الإعادة من بداية اللحن، وفي بعض الألحان يكون معناها إعادة جزء محدد بعد تكرار إشارة الاختصار مرة ثانية. خلونا نشوف كيفية مسكة الطار بالشكل الصحيح وشلون نستخرج الدم والتك. خلونا نشوف كيفية مسكة الطبل البحري بالشكل الصحيح وشلون نستخرج الدم والتك. لعبتنا الحين هي ترتيب اسم إيقاعنا اليوم، يلا معاي.
إيقاع قادري رفاعي. أحسنتم، إجابة صحيحة. خلونا الحين نلعب لعبة مشوقة جدا ونختبر فيها قوة ملاحظتنا في اختيار الصور المتشابهة. جاهزين؟ أحسنتم، إجابة صحيحة. نتمنى أن نكون قد استفدنا واستمتعنا بدرس اليوم. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.